لم يتأخر الجيش الوطني الشعبي إلى تلبية النداء بغرس ما يقرب عن 5000 شجيرة بمناسبة هذا اليوم بمعية كل أطياف المجتمع المدني. البرنامج المسطر لهذه السنة 2020-2021 قد أنجز بأكمله. في الآفاق هو إعادة الاعتبار أو إعادة إحياء السد الأخضر. عندنا برنامج 2021-2022 اللي هو راح يكون بتعداد بمساحة 970 هكتار، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون شجيرة. البرنامج برنامج هام وهام جدا من جانبه البيئي والطبيعي وكذلك الترفيه للمواطنين.